إذن بالنسبة لهذا الميكانيكال سيستم اللي بنيناه هون، بنيناه المرة الماضية وحليناه. عندي هون في ماس، هون في ماس، هذه فريكشنلس معتبرينها، هاي هون معتبرينها فريكشنلس. شبكنا الماس الأولى بالماس الثاني بزومبرك ودامبر. دامبر ال البارامتر تبعها أو الكوفيشن تبعها بي، الدامبينج كوفيشن، وهذا هون عندي كي 2، وهذا الزومبرك كي 1، وكي 1 مثبت بالميكانيكال جراوند منهم. دخلنا فورس، هاي سنجل انبوت، تو اوتبوت عندي. راح اخذ التنين الاوتبوت هذول، اظن هذا بنعتبره واي 1 وهذا بنعتبره واي 2، فبنطلع احنا تو اوتبوت منهم. فعندي سنجل انبوت تو اوتبوت، وعندي اربع ستيتس. الاربع ستيتس هم اكس 1 واكس 1 دوت اللي هو اكس 2، اكس 3 اللي هي الديسبيسمنت، واكس 3 دوت اللي هي الفيلوسيتي تبعت الماس ام 1. طلعنا احنا المعادلات المره الماضيه واشتغلناهم وحطيناهم وطلعناهم على شكل A و B و C و D. اوكي، هلا احنا بدنا نعمل فيريفيكيشن. شو يعني فيريفيكيشن؟ عم نسال حالنا السؤال، هل فعلا الموديل اللي طلعناه، ستيت سبيس موديل اللي طلعناه من هون، هو تمثيل حقيقي لهذا الميكانيكال سيستم؟ فحتى نشوف انه هو تمثيل حقيقي ولا لا للميكانيكال سيستم، حطينا تو سيستمز ان باراليل. واذا بدكم عشان تبين معنا فعلا انهم ان باراليل بشكل احسن، راح ازيح هاي وابعدها عنها عشان ما تبين كأنها هي جزء منها. هاي راح احط هذه هون، تشيل هاي كلها، وهاي راح ازيحها لهون عشان انتوا تشوفوا تحس انه هذا فعلا موديل. هاي اخذت انا موديل، يعني هذا كله فوق عبارة عن سيميولينك موديل ببلوك دايجرامز، وهذا موديل بستيت سبيس، والمفروض انه التنين هدول ايدنتيكال، بس عبرنا عنهم بشكل مختلف. هون عبرنا عنهم بالفيرست برينسيبلز نيوتنز لو، رح تشوفوا هذا عمليا هو نيوتن سكند لو، وهون عبرنا عنهم بستيت سبيس موديل اللي هلكنا واشتغلنا فيه محاضره كامله، وطلعنا A و B و C و D. مظبوط، اخذنا A و B و C D اللي احنا طلعناهم، بدنا نتاكد شغلنا مظبوط، بركي شغلنا غلط. وحط ودخلنا نفس الانبوت، اذا المفروض السيستمز ايدنتيكال، لما بدخل نفس الانبوت انهم ايش يعطوني؟ نفس الاوتبوت. هلا الاوتبوت، هلا بدكم تنتبهوا على شغله، انه الاوتبوت من هون عندي اللي راح يطلع من الستيت سبيس موديل، على فكره طلع على ستيت سبيس موديل داخل له كم انبوت او كم نقطه؟ وطالع منه، طب ما هو تو اوتبوتس. شو بتكون هذا الخط اللي بيطلع من هون؟ هو بس بيحمل تو سيجنالز. وكيف بفك هذول التو سيجنالز؟ عن طريق دي مالتيبلكسر. فصار عندي هلا بناخذ هذا الاوتبوت اللي هون اللي هو ستيت سبيس موديل اللي احنا اشتقيناه للسيستم، هاي دخلناها. هلا عم بدي اقارن، بقارن الاوتبوت الاول من هذا السيستم بالاوتبوت الاول، عفوا الاوتبوت الاول بالاوتبوت الاول من ستيت سبيس موديل، والاوتبوت الثاني من السيستم اللي هو اكس 3 بالاوتبوت الثاني اللي من ستيت سبيس موديل. راح اقارن الاثنين ببعض، وبامكاننا كمان ناخذهم نعملهم فوق بعض. كان بامكاني احط هون مالتي بلكسر، اخذ التنين هذول ادخلهم، بس لانهم منطبقين تماما مش راح تميز انت مش راح يبين معك الاختلاف بينهم. اذا هلا هيك احنا خلينا نطلع اول شيء على الموديل، نطلع على السيميلينك موديل. هذا هون بتمثل ماس، ايش اللي بقسمه؟ اذا قسمت شيء على الماس عم بعطيني اوتبوت من هون، مزبوط. ايش اللي عمالي بقسمه على الماس؟ عم بجمع هون ايش؟ كل الفورسز. فاحنا رجعنا لقانون نيوتن الثاني، قلنا قانون نيوتن الثاني، بدي اطلع كل الفورسز اللي عم بتاثر على هاي الماس اللي هي ام 1، وحطيتها انا خصوصي واحد على ام 1. عشان انت هلا رح تشوف، رح نعمل انشلايزيشن، ما حطيت قيمة الماس ولا حطيت واحد على قيمة الماس، خليتها زي ما هي بالفورم تبعها، واحد على ام 1 زي سيمبوليك يعني. اخذنا كل الفورسز اللي مأثرة عليها، بس هي مأثرة بعكس الاتجاه، فطرحناهم طرح، أو يعني جمعناهم ضربات كلهم في ماينس. قسمنا، لما نقسم فورس على ماس شو بتعطيني؟ اكسلريشن بعملها انتجريشن بتعطيني، فيلوسيتي بعملها انتجريشن بتعطيني ديسبيس. هذا بيسك برنسبلز. نفس الشيء جينا عملنا هون، اخذنا الماس الثاني جمعنا الفورسز، طبعا اخذنا بعين الاعتبار الاشاره، وقسمنا على الماس اعطتني اكسلريشن لل اللي هي اكس 4 دوت، اظن هاي مش هيك، هاي اكس 4 دوت، هاي اكس 4 اللي هي اكس 3 دوت، وهاي اكس 3 اللي هي الديسبيسمنت تبعت الماس الثاني. هاي الماس، هاي الماس الثاني، الماس عم بياثر هون عندي زومبرك سبرينج وسبرينج. سبرينج كي 1 لاحظوا هون هيو ما بتاثرش غير في 1 ديسبيسمنت، مش هيك؟ بعتمد بس على 1 ديسبيسمنت اللي هي اكس 1. هاي كي 1 ضربنا هاي بالزومبرك تبع بالستيفنس تبعها، وبعدين اخذنا الدامبر من هون
ضربنا في بي بس الدامبر عمالها بتاخذ اكس 1 ماينس اكس 3 اظن مش هيك. هي اكس عفوا اكس 1 دوت اللي هي فيلوسيتي، فيلوسيتي ماينس فيلوسيتي ضربناها في الدامبر وبعدين اثرت على الماس هاي الموجوده هون. اذا بتطلع على المعادلات كلها اللي كتبناها هذا ترجمه للمعادلات اللي كتبناهم فروم فيرست برنسبلز من هون. ونفس الشيء اخذنا هون الزنبرك، هلا في الزنبرك، الزنبرك الثاني كي 2 ايش عماله بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على 2 ديسبيسمنت، طرح ال 2 ديسبيسمنت. فطرحنا ال 2 ديسبيسمنت قبل ما اضرب في كي 2 اخذت اكس 1 ماينس اكس 3، اكس 1 ماينس اكس 3 بس لاحظوا انها انضربت في ماينس هون. فهون احنا اخذنا الماس هاي حتى اطلع الفورسز هذول. هلا هون الفورس اللي داخل عندي هي الانبوت اللي جاي من برا اللي هي ستيب فانكشن دخلت من هون، او اذا دخلناها ستيب فانكشن بالحاله هاي ممكن تكون اي شيء. دخلنا الفورس هاي جمعنا لها الفورسز الاثنتين هذول واعطتني اكس 4 دوت، اكس 4 اللي هي اكس 3 دوت واكس 3. نعم مش كي 1 هي مع اكس 3 مش كي 1 وين كي 1؟ كي 1 واكس 3 معناها احنا حاطين شيء غلط هون يعني؟ الرسم غلط؟ هي معقودة من اكس 1. طيب الرسم غلط. انا حسب الرسم عندي هون هذه اكس 1 وهاي اكس 3 وهاي اظن واي 2 وهاي 1. هلا هيك احنا جاهزين نعمل رن. طيب شو حطينا في اي وبي وسي ودي؟ هلا هذا امبارل هو الموديل اللي طلعناه المره الماضيه مش هيك؟ قديش الدايمنشنز لاي لازم تكون؟ كم ستيت فاريبل انا عندي؟ 4 في 4 لانه كان عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4. اكس 1 دوت بتساوي اكس 2، اكس 3 دوت بتساوي اكس 4. فاذا بتطلع هون انا حطيت نفس الماتريكس اللي اشتقيناها المره الماضيه، هيها موجوده في ايه؟ الكل بيعرف يدخل الماتريكس بهذا الشكل، السيمي كولون بيفصل ما بين السطر والسطر، الرو، الرو الاول والرو الثاني والرو الثالث والرو الرابع. هون حطيت بي سي وبعدين عندي دي هون. اوكي انيشال كونديشنز ما راح احط، بامكانك تحط انيشال كونديشنز وخليناها زيرو زي ما هي. فالمفروض هذا اللي اشتقيناه المفروض هدول الاثنين يكونوا متماثلين. هلا الفورس انا حطيت فيها اظن من 0 ل 1، حطيتها من 0 ل 1 بس انا اخذت الفا بعين الاعتبار او حطيت الفا بتساوي 1. هلا ما بقدر اعمل رن هيك ليش؟ مش معرفين البارامترز. فبنعمل ام فايل، بامكانك تعملها بالطريقه اللي بدك اياها، بامكانك تروح تعملها. انا عملتها هون حطيتهم كلهم في ام فايل. فعملت ام فايل اسمه انيشلايز، والانيشلايز بس عرفت فيه الفاريبلز المختلفه هون اللي هو هون الفا حطيتها 1 اللي هي الفا في يو في ستيب فانكشن. هي الدامبر، هي الوحدات كمان بس الوحدات انا حطيتهم كومنتس. اوكي ماشي واضح. اذا الماس وحدتها كيلوغرام، الستيفنس وحدتها نيوتنز بير متر، والدامبنج كوفيشنت وحدتها نيوتنز بير متر بير سكند اللي هي بتصير نيوتن سكندز بير متر. اوكي هلا هدول رح نعمل رن للانيشلايز فايل. هذا ايش رح يعمل؟ هذا بتطلعوا بتلاقوا الورك سبيس فاضي. بعد ما نعمل رن هون رح يتعرفوا هدول كلهم بالورك سبيس. فالمفروض اذا طلعنا الان على الورك سبيس نلاقي تعرفوا الفاليوز. وين الورك سبيس؟ هي هون عندي. اوكي هي تعرفوا في الورك سبيس. اوكي صار عندي الفاريبلز هدول معروفين. هلا جاهزين نعمل رن. فالمفروض اقدر اعمل رن على السيميلينج فايل الموجود هون. لو بدي اطلع ترانسفير فانكشنز من هذا الموديل كم ترانسفير فانكشن بيطلع معي؟ 2 عندي 2 عندي 1 انبوت و2 اوتبوت مش هيك؟ بيطلع معي 2 ترانسفير فانكشن. لو عندي 2 و2 4 بكون 4. خلينا نشوف عمل رن. لسه عماله بعمل رن. انا عامل له رن لمده 100 سكند. نعم 0.3 سكندز بكفي. خلينا نشوف. ما هو المشكلة حسب الفاليوز اللي احنا حاطينها.
اوكي هي عندنا واضح هذا واضح السيستم هذا اندر دامت انا اخترته اندر دامت هلا هذول انا ما حطيتهم فوق بعض بالضبط بس هم متطابقين متماثلين الاول مع الثاني لازم يكون متماثل والثالث مع الرابع لازم يكون متماثل واضح انه السيستم هذا هون اندر دامت اذا هذا بعطيني ثقه انه السيستم تبعي انه السيستم صحيح وانه الديريفيشن اللي احنا عملناها صحيحه اوكي ماشي